السلام عليكم خوتي اخواتاتي، اموركم بخير، احوالكم جيده. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، ومرحبا بيا معكم ومرحبا بكم معايا في قناتي الطبخ مع خديجه. ونبداو بالصلاه والسلام على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم البنات غنحضر معكم ترده، حنا تنقولها ترده وكي تيقولها رفيس العميه، كله على حسب المنطقه ديالو. ونوضوا البنات البرد، دابا راه كاين البرد بزاف، ونشوفوا الا كاين شي جديدات عندنا مخبينهم باقي في الفريغو ولا نوضوا نوجدوا بهم الترده. ايوا نبداو على بركه الله. غنحتاجوا الجديد وكريديسات، المهم اللي عندها ديرو، واللي ما عندهاش ما ماشي مشكل، نكتفيو بهذا المقادير. نحتاجوا الفول والعدس، بصله مشلده ماشي مقطعه على هذا الشكل هكا، مطيشه مقطعه، وحبات مطيشه حتى هي محكوكه، معلقه ديال مطيشه الحك، وفليفله حاره، شويه القزبر، وفي القوام غادي نحتاجو شويه الفلفله مطحونه، والسكنجبير، الخرقوم، الكمون والبزار. ونبداو التحضيرات على بركه الله. شعلنا البوطه البنات على الكوكوت، غادي نديرو شويه ديال الزيت ونضيفو عليها البصله، نديرو البديلات ديالنا، ونديرو مطيشه مقطعه هكا طروفه، وتنضيف واحد الحبه ديال مطيشه محكوكه باش تخفف ليا المرقه. نضيفو مطيشة الحب، انا البنات راه ما درتش الملحه لحقاش كيف ما تعرفوا الجديد راه تيكون مالح، انا عندي الجديد دابا مالح، ما تنضيفش معاه الملحه نهائيا. واللي عندها مسلوس ولا اللي ما عندها كاع الجديد وبغات دير الترداي بهذا القوام هادو، دير الملحه ديالها وتنسم بواحد الضمان تاع البنه. نديرو العطريه، نخلطو هكا مزيان، هانتوما شفتو البنات، غنسدو عليها البنات دابا ونخليوه يتقلى واحد شويه ونرجع معاكم. من بعد ما تقلات القوام ديالي ها هما، انا بدلت دابا الكوكوت، ولكن ما غنضيفش ليها البنات العدس والفول حتى ندير، نخليهم هنا على جنب حتى نطيب القديد ديالي واحد شويه، نسد عليه صفري واحد شويه، عاد من موراها نطيب العدس والفول ونرجع معكم البنات. من بعد ما طابوا البنات القديدات ديالنا، غنزيدوا لهم دابا الفول والعدس ها هما صفرهم، نزيدو تنشوف واش خاصنا مريقه ولا لا. انا بالنسبه ليا شتو بارك، هذا هو القياس باش تجينا مراكه خضره، كتجيناش خفيفه بزاف، تجي خضره كتجي زوين. نسدو عليهم باش يطيبو على الفول والعدس، من موراها منين يطيب الفول والعدس والبديلات ديالي تنحل الكوكوت وتنرمي فيها حتى لاخر لحظه، تنرمي فيها هاد الفليفله هادي حاره، ولكن دغيا تصفر الكوكوت صفيره ولا جوج صافي باش ما تحرش. هاهي البنات التردة ديالنا من بعد ما طابت وجدناها وطيبت حتى الفليفله حتى هي البنات، هاهي راهي حيدتها من الكوكوت مع تحيد ليها الراس حتى تحرر ليا المرقه ديالنا. ها نتوما شوفوا كي تجي، شتوها خاطره وزوينه ما تجيش. انا تعجبني نتبخها البنات فوق في الطاجين، هاني درتها دابا وغنبقى نسقي شويه بشويه. هاي باش تسقى ليا مزيان البنات، تنبقى نضافي شويه بشويه حتى تنسقي هاد الطبقه هادي، عاد تنزيد عليها عرق تاني. حيت من تندير من الاول شي مرات تنلقى باقي الخبز ناشف بهاد الطريقه هكا. الحيمات ديالي
ماشي بالدار بنات يكون فيها القديد اخذوا حنايا اللي عندنا في الدار كان القديد راه تنديرو ما كانش راه تنديرو غير هكا صافي تنخليوها تطبخ قد ما هي تطبخ قد ما هذاك الخبز يتعلق مع ديك المريقه وتجي زوينه وتاكلها بالصحه والراحه البنات كندير الحال هكا باش تدخل لها المريقة ونخليوها في الطاجين تبخ مزيان ونحطو هاد الفليفلة هنايا نهز بهادي باش تسخن ليا هداك الفول والعدس نديرو هكا بالشناب وهي وجدت البنات وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال الترده ولا رفيسه العمي على حسب كل واحد واش نتي يقولها تنقدمها مرفوقه بكويس ديال اتاي باش نسخنوا العظيمات ونسخنوهم صرنات الشتوى هذه والبرد ونتمنى يعجبكم الطبق ديال اليوم وينال الرضا ديالكم وما تنساونيش بابوني ولايكات ولا عجبكم الطبق ديروا لي شي كومونتير زوين والملتقى